بالنسبة للمحروقات هناك يلاحظ على أن السوق فيه زيادة في الائتمان. يا علي حال تعرفوا البنزين دوليا البرميل وصلت ل 75 دولار والحمد لله هذه 3 ايام راه تقريبا قل من 62 دولار. اذا من المفروض من هنا خرج شهر خاص السعر يهبط، وحنا خدامين نوعد المغاربه بلي خدامين في التثقيف راه ما ناسينو شيء. ولكن التثقيف ما شنو انا يا رئيس دائما تجبدوا وما تيطبق. انا درت خدمتي لان التثقيف جزء ديال الوزاره عندي، ولكن تنتكلموا على الحكومه اللي غادي يدير التثقيف، والحكومه عندها عناصر اخرى من غير ذاك العنصر اللي عندي انا. العنصر ديال ذاك الوقت كملته انا في الوقت ديالي، ولكن الحكومه تدير شغل اخرى، هي اللي مسؤوله ماشي الدودي بوحديته. واش ما تعترفوش بان هذا تحرير الاسعار بالنسبه للحكومه السابقه ولا الحاليه انها ما عطاتش اجراءات مواكبه؟ لان فعلا التحرير مزيان، ما كاينش اجراء متضرر. المتضرر وهو المواطن. انا يعطيوني اجراء مواكب من غير هادشي تنديرو، الدعم ديال الارامل، دعم واحد الشريحه البرامج الاجتماعيه. اشي شنو هو؟ واش شي حزب تتحداك سير قرا البرامج الاحزاب، كلشي تيقول اجراءات مواكبه وتا واحد ما جاب لك شي اجراء، شنو غدير؟ غتبقى تدعمه ولا شنو؟ داكشي اللي خاص يدار الدار وفي ظروف صعبه جدا، وداكشي اللي قد البلاد، داك التحرير البنزين حقيقه اثر على القدره الشرائيه ديال المواطن. ولكن راه كون ما تحرش كون المغرب وقف. نعم، ولكن الا مشى تزاد ما هو الا مشى تزاد دروك هابط السعر، هابط الحمد لله، ما بقى تحر، ما بقى والو، السعر هابط، غادي يهبط ان شاء الله اقل من 60 دولار. اللي كان في سياسه الحكومات الاولى باش يكون يعني الرصيد الطويل اللي هو